الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما احبابي واحباب الشافيه المغربيه لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم باحسن الاحوال هذه الساعه اللي تنصور ساعه الفجر صليت الفجر وقلت غادي كنت غادي نقرا على هذا المكون وقلت غادي نشارك هذه الوصفه مع حبابي فيتحطها ولكن آه ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نحطها لكم كنت غادي نقرا على سوره الواقعه هذا هو مصحفي ولو قديم انه آه تنقرا فيه بزاف وهذا هو اللي سبحان الله كتنقرا فيه بقوه في وقت علاجي من المس درجه انه قدام بزاف ولكن انه عزيز عليا بزاف واخا كاين هذا عزيز عليا وكنت غادي نقرا صوره الواقعه على هذه المكونات وقلت نشارك مع احبابي اللي تيبغيوني وتنبغي لهم الخير ديما احبابي واحباب شفيه المغربيه حكايتي مع صوره واقعة وما فيها من اسرار اسرار نورانيه اسرار رحمانيه اسرار تعطيك واحد طاقة سبحان الله بالقبول تعطيك طاقة جلب الرزق طاقة محبة الناس سبحان لها طاقه مغناطيسيه ربانيه رحمانيه تعطيك قوه اليوم غادي نعطيكم واحد الاضافات معها اللي كنت نشاركها معكم ديما ولكن شحال ما حطيتهاش وانا غادي نشاركها معكم ان شاء الله بحول الله وقوته غادي ناخذ الخزامه الخزامه خاصكم تعرفوا ان الخزامه تتحيد الصداع من البيت تتحيد الصداع وتعطيه الريحة وتطرد الشياطين ديال الريحة الكريهة البيس خاصكم تحاولوا ديما تنقيوه ترشوا الأماكن بالعطر إما عطر مسك وإما عطر عود وإما عطر أي بارفان مهم ديما المكان يكون طيب يكون فيه رائحة طيبة يكون مبخرة نكون ناخد أي بخور يكون رخيص ولكن يكون عنده ريحة طيبة الشياطين تدخلوا تدخلوا على طريق مكان غير نظيف المراحل ديما نقيوهم وديما ننظفهم لأن الطاقة السلبية اللي في المراحل تتكون قوية كانت سلبية ما نقيش المراحل ما كاينش هذا يوليو الشياطين أكثر لما تحلو الباب ديال الدوش أو المرحد تي يقدروا يأثروا على خارج البيت إذا أحبابي الوصفة ديالي هي الخزامة أعطيتكم نصائح ديالها هي صالحة للبيت اللي فيه الصداع وفيه المشاكل وديما عندهم مشاكل ديما أنهم عندهم مشاكل أم الناس رائعة في التبخير أول أم الناس هي رائعة بدون ما نهدر عليها بزاف الناس حطوها وراء جيدة أم الناس اللي كانوا بكري تيديروها الناس هاد التعويذات كانوا بكري تيهضروا لان كانوا النساء بكري كانوا اميات تيقدروا يقولوا غير بسم الله ولكن القلب ديالهم صافي والقلب ديالهم الزوين ما كانش فيهم الحسد ما كانش فيهم تيضربوا الناس بالعين ما كانش فيهم الطاقه السلبيه ديال تيبغيو تيبغيو الحاجه غير نفوسهم بالعكس يبغيو الخير للناس كاملين وربي سبحانه وتعالى تيعطيهم الخير اذا كانوا الناس رابحين بكري من النية ديالهم ومن الاشارات اللي عندهم ديال الخير هادشي اللي غادي ناخذ ام الناس ام الناس غادي ناخذ الخزامة غادي ناخذ الحبة السوداء الحبة السوداء ماشي الحبة البركة حبة البركة بوحدها وحبه ام الناس اللي دايره بحال الكمون الاسود غادي ناخذو ها حبة الحبه السوداء الحبه السوداء تطهر البيت من الشياطين الى داخلين على طريق الغناء داخلين على طريق الحسد داخلين على طريق العين على طريق التابعه اذا الناس اللي عندهم هذه المشاكل غادي ان شاء الله باذن الله الواحد القهار نحاول ناخد هاد المكونات غادي ندق غادي ندق هاد ام الناس وغادي ندق هاد الخزامة مع آه السانوج غادي نطحنهم جيدا مزيان غنخلطهم مع إذا كان عندكم ماء الزهر او ماء الورد غيتخلطو آه غيت تخلطوا الا كان عندكم الجاوي ضيفوه عندكم الزعتر ضيفوه عندكم المسك ضيفوه المهم انا هاد الثلاث مكونات زائد المسك آه وزائد إذا كان عود آه عود آه قماري او عود آه خشب او اي بخور غادي نضيفوهم غنقراو عليهم صوره الواقعه بعد ما نطحنوهم غنقراو عليهم صوره الواقعه غادي نخويو عليهم ماء الزهر ونديروهم كويرات صغيرين كويرات وغادي نبقاو ان شاء الله نحطوهم في واحد المكان في بواطه محكمه الخلق وغادي نبقى نبخر كل ثلاث ايام في الاسبوع ولكن حافظ على هذاك المكون اللي عندي آه المكون اللي عندي ما يكونش في ما يكونش في المراحل او يكون في مكان غير لائق بالقران وغادي نبقى نبخر بها ندير ليها واحد البواطه ونخليها كل مره نبخر بها مده ثلاث ايام على الاقل ثلاث ايام او الناس اللي عندهم مشاكل في قله المال او عندهم مشاكل في نحس النحس في المال او الوليدات ما خدامينش او البنات ما مزوجينش او اي حاجة عندها عندها علاقة بالنحس او عندها علاقة بقلة الرزق او توقيف الحال رائعة هذه الوصفة لأنها جيدة مهم الناس اللي ما عندهمش مطحنة يأخذوا غير مهراز ويدقوا كل شيء وقرأوا عليه سورة الواقعة غادي نقرأها مرة واحدة فقط وغادي ندير الدعاء ديالها اللهم يا ربي إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره إن كان بعيدا فيسره اللهم بحق صورة الواقعة وما فيها من أسرار ومن نورانيات أن تفتح لي باب رزقي أو تجوج بنتي أو تعطي الابن يشتغل أو أي حاجة نقولها على أساس أنني بغيت ولادي يفرحهم الله أو أن ربي رزقنا ذريه او يرزقنا المال او يرزقنا عمل او يرزقنا اي زوج صالح اي حاجه تقدروا تقولوها باذن الله لان الوصفة رائعه واكثر من رائعه لان الوصفات اللي فيهم صوره الواقعة تنفرح وتنسعد لان عارفه صوره الواقعة فيها خير كبير سبحان الله وربي تزرع فيها الخير اي وصفه حطيتها ديال سوره الواقعه ربي يزرع فيها الخير وجربوها الناس بزاف وعطات معاهم بحول الله وقوته بزاف الناس حطوا لي تعليقات على هذه الوصفه كانوا قاع عندهم مشاكل في البيت ماليه وعندهم مشاكل صحيه ومشاكل بزاف الحوايج ربي يسر لهم الامور بحول الله وقوته اذا تنتنا منكم الدعم لان الدعم ديالكم هو اللي تيقويني الدعم ديالكم هو اللي يعطيني طاقه ايجابيه في كل الامور اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم الا تنتمنى انكم ديروها غير بيقين وتحاولوا ديروا الوصفه كما عطيتها لكم وربي راه غادي الامور اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم الا الله يعاونكم ويسخر لكم ويعطيكم السؤال ديالكم ويرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون وربي كريم وربي جواد وربي رحيم اذا الى وصفه اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته